ما بتكون دبلوماسي بهاي اللقاء. لا تسأليني ليش خاطري قفل البيبان لأنه خفت أشوف في نص اللقاء. هي أفضل ظروف حقي. تبي تعرفين ليش هشام مدرب؟ هاي اللي تبين توصلين له. هذه لأن الطموح اللي أنا رسمت إني أفوزها، إن ما فزتها اليوم أأكد لك إن برمية هي جاية في المستقبل يعني. واحد مو بعارف في الخيل وي من وين، بس وياهم وأنا بكون معاهم يعني، وأنا أكون منافس بكون وياهم. اللي يهمني إن في هاللقاء أبي أعرف أجوبتهم. ليش يتعاملون مع فوزي بهالطريقة في وجهة نظرك؟ والله مو متأكد بيصير يعني، بالعكس احنا البحرينيين نفرح حق اي واحد متفوق او ناجح او متصدر، فمو بعارف ليش كان او صار هذا التصرف في 2014. مو بس اللي في 2014، وغيره وغيره وغيره. غيره مثل وغيره غيره مثل. انت لازم تقول لي مو بانا. لا لا لا، ما في غيره شيء، ما في شيء يذكر يعني غيره، بس هذا التصرف بالذات يعني مخاطبه هيئه السباق الامارات هذه حزت في نفسي شوي، حسيت ان انا يعني ما عندي ظهر. الحين عندك ظهر صح؟ اي نعم. الحين الله يسلمك، طبعا كل هذا النجاح اللي تشوفينه سواء ان هشام او انا وصلبلات فوزي ناس، الحمد لله بدعم الشيخ ناصر اللي هو طبعا ممثل فيكتوريوس، والشيخ خالد وفيصل اللي هو يملك كي اتش كي، وغيره وغيره طبعا. كل الانجازات اللي حققها فوزي هالسنه في البحرين وخارج موسم البحرين، يعني انت تقريبا ترى سيطرت على الموسم كله، يعني كل الكؤوس الكبيره اليوم ما شاء الله عنه. ما شاء الله لا اله الا الله، خلصت الموسم مو بشيء احسن عليه بعد. راح الموسم الجاي. احنا نستغل الاعلام على اساس، يعني المفروض نستغل الاعلام على اساس المعلومات اللي تطلع. وفي اجراء تم اخذه مع عبد الله الكويتي، شنو هو؟ ما نعرفه. محمد قاسم قديم وصار له في النادي 40 سنة وعنده خبرة. أنت تقريبا سيطرت على كل الموسم، كل الكؤوس الكبيرة موجودة عندك، وأذكر يعني أقدر أعدد لك إياهم واحد واحد، بس إذا بتقول لي سبب واحد وراء كل هالإنجازات اللي حققها فوزي هالسنة بتذكر شنو؟ سبب رئيسي. طبعا أول سبب هو دعم فيكتوريوس في الأشواط المستورد، يعني يمكن الأشواط الإنتاج يدوري يعني العام والسنة، بعد مثابرة في الإنتاج يعني خذ له يمكن 17 سنة إذا مو بأكثر يعين حق الإنتاج بعدين، بس بالذات في المستورد هو دعم فيكتوريوس، فلذلك العام والسنة توفقنا في الكؤوس الكبيرة طبعا، واللي هو أغلاهم كأس جلالة الملك، ومن بعده كأس سمو ولي العهد. لو مو نيوشو كنتوا خسرتوا كأس ولي العهد هالسنة؟ كأس ولي العهد ما بيروح بعيد، بعد بي عندي، لأن ديزرت لاين كان ثاني. قلت لك حق فيكتوريوس. لا شوف، هو الخيل كله في الاسطبل، سواء انه خيل فيكتوريوس، خيل الشيخ سلطان، خيل الشيخ خالد، خيلي. يعني الله العالم ان الصبح طبعا انسى من يملك الحصان في التمارين وفي غيره، لانه ما يعني شيء يعني بالنسبه لنا، ولا حتى حق الموظفين السياس ولا الفرسان، طالما ان الحصان من الاسطبل خلاص الكاس يجيني، فهذا انجاز حق الاسطبل. طبعا فيكتوريوس هو الداعم الاكبر، فنتمنى لهم
الفوز يعني بالذات في هاي السباقات الكبيرة، لأنه هو الهدف، هدف فيكتوريوس بالموسم مو بالأشواط العادية. هما ثلاث أشواط اليوم صارت، السباق الدولي، كاس مولى العهد، وكاس جلالة الملك. اي نعم، احنا اصلا كنا بنخسر كاس ولي العهد، يعني حالفنا الحظ والله. فوتو فينش، فوتو فينش، شيء رهيب. يمكن ويمكن يصير تغيير في التوجه الى بالخيل الى السعوديه مثلا. يعني جلين فورس فاز، ما قلناش جلين فورس مو بحصان زين، حصان بطل ومتطور وصغير في السن، ولكن هل يقدر يفوز لو كان سمسير موجود ونيوشو موجود وغيره؟ فيعتمد على التخطيط وين يعني توجه الخيل راح يكون. يعني لو ما عندنا جلين فورس يمكن كان يمكن نيوشو ما ودينا سباق السعودية 3000 متر وخلي حق كاس الملك. تعرفين كلامي في الموسم السابق اللي قبل هذا الموسم، لأن هذا الموسم صار موسم سابق الحين، اللي قبله كنت أقول لك إن السنة الجاية اللي هو كان السنة اللي طافت ذي ما بتكون بالساهل مثل العام. السنة الجاية بتزيد الألوان، بيزيدون المنافسين وبيكونون خطرين علينا. استأنست وفرحت إن صارت في أجواء منافسة كبيرة في مملكة البحرين. إذا نذبح المنافسة في مملكة البحرين، إذا نسيطر سيطرة تامة في مملكة البحرين، ما له داعي للسباق، لأن بعدين تصير الأمور اعتيادية في دول كثيرة شفناها في دول العالم يموت عندهم الطموح. احنا نخلي باب الطموح هذا مفتوح، ولا نتعمد الخسارة، بالعكس احنا بنحاول نفوز في كل سباق، لكن أقول لك جهود الناس جايتنا، ولا وبعضهم ما شاء الله عليهم صاروا أحسن منا في بعض السباقات. أنا ما كنت بقول لك خسرت كاس الملك، لأن كنت حاسبة جلين فورس حاسبة فيكتوريوس. يعني جلين فورس كان من جنود فيكتوريوس، وصارت عندي هالفكرة هذه إن احنا ننشئ فريق مشترك بين سلطان بن شريم وخالد العجمان، يصير سندكت، يمكن يزيدون في الملاك، يمكن يبقون مثل ما هم، يمكن على مر السنين يفترقون ما ندري، لأن الشراكة ساعات شرباكة تصير. خمسة أطوال هو الذي يتصدر سباق محاولات. الأمور طيبة ترى. الأمور طيبة، هم الحقيقة حاولوا يدخلون في المزادات في بريطانيا، ولكن دخلوا دخول متأخر وسبقوهم الناس على الخيل الزينة. فعشان ندعم هذا الشعار مديناهم بحصان، والحقيقة ما كانت مفاجأة، كنت أعرف أن هذا من خيرة الخيل اللي أنا شريتها هالسنة، وكان بيأدي أداء طيب، وقلت حق سلطان عشان تدخلون مدخل قوي نحتاج إحنا نشكل، لأن أنا وعدت العام أنه بتي ألوان مختلفة تدخل سندكت عشان تذكرين قلتها. فكان يعني هذا دخول الاسناد هو الحقيقة حقق شيء أنا قلته، فلذلك أنا فرحان لهم فوز كاس الملك وأكبر الكؤوس، وبعدين فرحان الربعي، وما قصروا الحقيقة يوم خذنا جلين فورس إلى دبي. هم بنفسهم والله حولوا شعاره في الحال، قال إذا بيروح في الخارج ما دام هالموسم تبع فيكتوريوس فهو يروح يشارك باسم فيكتوريوس، لكن رجع مرة ثانية تحول إلى اسطبل الاسناد. نشوف ان شاء الله ما هو يعني ما هي اجنده اسطبل الاسناد في المستقبل اذا زادت ان شاء الله الروس عندهم ان شاء الله. ما اعرف اذا بتتفق معي او لا، بس بتقول لي خيل فيكتوريوس اللي ابهرتنا العام اخذلتنا هالسنه ولا لا؟ وخيل السنه بتخذلك السنه الجايه مو شرط. انا اقول لك شرط. ليش؟ انا تعبت الخيل. ليش تعبت اليوم انت تتكلم عن يعني ما علي خلنا نناقش في النقطة. اليوم تتكلم عن جزيل وعن واتا ويلكم، حلو؟ عطونا كم سنة في البحرين؟ سنة. عطونا سنة في البحرين فوزي ما كان في منافسين. نعم. ما كان في منافسين، فأنا بقول والله أوكي أبهرونا ديش السنة وكان مقياس إنهم يعني كانوا خيل زينة، بس اليوم هالسنة يوم نوجده والمنافسين لا ترى هاي مستوى جزيل وواتا ويلكم الصجي. شوفي هي الخيل فيها شيء، في عندك مستوى، في عندك إصابات. عشان طبعا الاصابات وارده في الخيل بالذات يعني في البحرين، لان مضمارنا شوي يعتبر فيرم هارد، يعني سواء انه هو مال التمرين الرملي او العشبي.
وموسمنا قصير، فالحصان اللي يركض 7-8 سباقات قوية في الموسم هذه يعني 80% موسم الجاي ما يعطيك. جزيل وقت ويلكم. ما صادت المصابات هاي الموسم؟ كانوا سالمين. ايش دراج؟ انت دكتورة؟ ولا عينك عندك أشعة؟ ولا سكان؟ سالمين هذه تسألين المدرب وتسألين الدكتور. كانوا سالمين ولا لا هاي الموسم؟ كانوا سالمين. جزيل وقت بتقول لي خير ثاني بقول لك يمكن. شنو معنى سليم يعني؟ شنو معنى سليم؟ ركضوا وشفناهم يعني انت. هل ركضوا بنفس المستوى؟ ما عليه فوزي. هل ركضوا بنفس المستوى؟ لا بقول لك شيء، خل المستوى، هاي كلام ثاني، لكن لو جزيل وقت ويلكم ما كانوا سليمين انت ما بتركضهم في الاشواط اللي شفناهم ركضوا فيها؟ لا بتخليهم؟ لا في سليم عن سليم. في سليم يعني من ناحيه السلامه انه يقدر يشارك ويركض، لكن ما بيعطيش نفس الاداء لو كان 100% سليم. جزيل وتويلكم هالسنه ما اعطونا لانهم كانوا غير سليمين. هاي شيء بيني وبين الدكتور والمال ما بتقول لنا الجواب. ما اقدر اقول لان حتى لو بتقول لي تعبوا فوزي بقول لك العام ما دخلوا محك وايد قوي. يمكن اللهم كاست ولي العام الله يسلمك لا تنسين وغير كاس الملك كان جدا سهل. الخيل اوريدي جايه من محك اقوى اللي هو بريطانيا. فاحنا نجيبهم ما نعطي يعني مجال للراحه. نجيبهم ونرد ندقه موسم كامل بالبحرين. اعرف بس تعرف انا شنو كنت اتمنى؟ كنت اتمنى خيل بكتير. شوفي الحين جلين فورس. ايه؟ انا اقول لك اللي سويناه فيه مو بعدل. ايش رايك؟ ما رحمنا. جاي مدقوق من موسم بريطاني. وين هني كملنا عليه في يمكن 4 سباقات على راس تعتبر. يعني بينهم فتشات 2-3 أسبوع. سباقات قوية. ايه. وعلى ارض يابسة. شيء مو بسهل. زين. ورحنا بعد وديناه دبي وكملنا عليه. اذا بنفكر في شوغن، كم سنة اعطونا شوغن هني؟ 3 سنوات؟ اذا بنفكر في توركل ستار كم سنة اعطونا هني؟ اعطونا 2. هل في منافسين؟ حزتها كان في منافسين؟ ما كان في منافسين؟ لا، السنة الله يسلمك، العام احنا شرينا جزيل. ريته اذا في الظن خير 90 وات ويلكم 90 او 95. تعرفين الخيل هذه ميزاته وهذه حالات الخيل، يعني هي مو مثل الرياضات الاخرى مثل السيارات، السياره تطفينها وتشغلينها تقدرين تطورينها في اي لحظه. الحصان كائن حي يكبر يمل يتعور تصيده ظروف الله العالم. لكن أنا دائماً أقول إن أنا ما أقف على رجل واحدة، يعني إذا راح عندي بطل لازم يكون عندي أبطال ثانيين يشيلون. هذا اللي حصل، اختفى عنا بورت لاين طلعوا لنا أبطال ثاني شالوا، لكن اللي بتشوفونه السنة الجاية هو تجديد كامل. كامل إن شاء الله اللي بعد الموجة الجديدة للدكتور. السنة نزلنا خيل أقوى منهم، سمسيري 115، بورت لاين 114، وايد خيل نزلت اقوى منهم، مو بس اقوى في الريتنج، اصغر منهم سنا. يعني تشوفي حصان ميدل وينر، حصان المحمديه، اصغر منهم سنا، وحصان جديد جاي من بريطانيا، بريطانيا مثل ما قلت لك الارض عندهم لينه. سواء اول وذر او في امطار طبعا فالارض لينه، فما تتعب الخيل. فالخلاصة اللي نبي نوصل لها ان اصلا وتويلكم مثلا وجزيل يومون هني كانوا مستهلكين وانتم استهلكتوهم لمدة سنة. ف وتويلكم تعرفين كم عمره اليوم؟ 8 7 او 8 7 8 فيعتبر يعني اكسبايرد في بريطانيا ما يركضونه خلاص. انزين وجزيل نفسه جزيل اظن 6 بعد. الحقيقة ما ادوا مثل ما كانوا يأدون العام، بس انا متقبل هالشيء. يعني الحصان ما فيهم اكبر اسماء العالم، اكثر الخيل اللي اعلى ريتات في العالم. لو تدشين عليهم بما فيهم جاليليو ما يبقى بطل لاخر يوم. تلقونه لين اخر يوم شوفوا وين ينزل، يطب التاسع يطب السابع وهله يعزونه ويكرمونه ويقعدونه. فالشطاره في الواحد انه ساعات يعني في الخيل الابطال طبعا اللي لها مستقبل، مو بالخيل اللي احنا يعني نساوق بها ونشوف اللي نهايته وين. تعرفون متى الواحد يسحب حصانه ويوقفه خلاص. فخيلنا هذه احنا لا، احنا نظرتنا وياهم نسابق بهم
إلين ما نحس اليوم اللي هو خلاص ما يقدر على الساحة اللي معاه ويحتاج التجديد يعني، أو نحتاج إن احنا نغير مدرب أو نظهره لبعض الملاك يسابقون به في سباقات أخرى يستفيدون منه. فإحنا أكيد راح يصير عندنا نطلع بعض الخيل ننفع فيها بعض الملاك المحليين والمدربين المحليين. أقدر أقارن بورت لايونز بجيلين فورس؟ أحس فيهم شبه. الاثنين وصلوا البحرين تصنيفهم أقل من 90. صح. الاثنين عطونا يعني شيء ما شفناه من باقي الخيل. ولا لا؟ والله أعتقد بورت لاين كان بالنسبة لي أفضل. ما في حصان مثل بورت لاينز مر علي. ما في. ما أقدر أقارن جيلين فورس. الحمد لله لا. لكن المرشح الأول بورت لايونز بفارق بعيد عن باقي المشاركين. إذا بورت لايونز هو بطل الشوط الختامي. سباق محاولات أيضا من قبل كارتاغو وبدار وكلودونيان كروسيدر، لكن المرشح الأول يطير إلى كاس مركز البحرين للمجوهرات بفارق بعيد عن باقي المشاركين. إذا هناك لين فورس هو بطل الشوط. بورت لاين أثبت وجوده ويوم وديناه للاختبار الكبير في المملكة العربية السعودية ما خذلنا أبدا، يوم رجعنا للمملكة البحرين وجهزنا لها الموسم أبدع الحقيقة في مدخاله الأولي في السباق الدولي، لكنه كان قل تجهيز عليه لأن احنا مركزين لكنه حق السعودية، فجهزنا تجهيز قليل ويا الرابع مو بعيد عنهم، دخل السباق الثاني وفاز فوزة عظيمة وتعور من عقبها ما وديناه السعودية، فحصان عظيم الحقيقة لكنه يعني الإصابات إصابات ما حد يقدر يقول عنها اي شيء. والاصابه يعني كريهه اللي يصج. واغلب الخيل ما ترجع منها ابدا. بيرجع؟ ها؟ بيرجع؟ كان اقول لك اغلب الخيل ما ترجع منها. فرجوعه للسباق كان يعني 50-50 على قولة الانجليز. فانا اتمنى والله، يعني هو حصان مو بسنه كبير لدرجه انه قاعده. بنهتم في الحصان، هو بطل. جوهره طيب. فان شاء الله نلقى السنه الجايه بعد يشارك. لم تفوزي على خياراته للاشواط في كاس السعوديه؟ كاس السعوديه لا تلومين فوزي لان انا صاحب القرار. فوزي كان يبي الامر السهل. كان يبي في الاشواط اليوم اللي قبل، وكان يبي سمسير في شوط بورت لاين ال 2100. كانت هذه خياراتنا. هو عاده الاختيار مشترك بين المدرب والمالك، طبعا المالك هو للكلمة النهائية يعني. والمالك مثل ما انت عارف فيكتوريس يحب التشالنج التحدي. ليش قررت تتغامر في كاس السعودية؟ لان الحقيقة انا مو بياي عشان افوز باقات عادية، انا طموحي وحلمي افوز باقات كبيرة ولا ابي الهانديكابس، ابي السباقات القوية، ابي المنافسة القوية، ابي الاسماء الكبيرة. فيوم سمسير حصل الدعوة في الكاس الكبير، انا عارف اساسا انه ما بيسبق الحصان، عارف يعني عندي علم ويقين انه ما بيسبق، ولكن يكفي ان انا واحد من هالملاك اللي وصلت كاس السعوديه، وراح احافظ ان شاء الله ان الله يسر ان كل سنه ان شاء الله عندنا رمز هناك يعني من هالرموز الكبيره اللي عندنا اللي تشارك في هالسباق هذا. نيوشو اقتنعت انه هو بعد السباق يسوي المسافه ولا ما يسويها؟ نيوشو الله يسلمك نفس الشيء، كان عندي أنا كمدرب عندي ثلاثة روس معزومين في الشوط اللوكال هانديكاب اللي هو يوم قبل السباق الرئيسي، وفيكتوريوس اثنين منهم حق فيكتوريوس اللي هو واتا ويلكم ونيو شو وديزرت لاين حق المحمدي، ثلاثة في شوط واحد. فآخر الوقت طاحوا خيل من شوط 3000 متر على الجراس، فاعطونا الخيار تبون واحد من هذا الثلاثه او من الراسين مال فيكتوريوس تفرون على الشوط 3000 متر، فاخترت نيوشو، او تبونهم كلهم في نفس الشوط واللي يفوز بالشوط حصان واحد. عرفت قصدي؟ فعشان يعني تعزز الاحتمالات انه يعني تقدر مثلا تفوز، كثر الاحتمالات ان نفوز باكثر من شوط، لأن اللي يفوز بالشوط حصان واحد، حرام عندك أو مدرب بالذات عنده ثلاثة روس متساوية المستوى في المستوى في نفس الشوط، يعني كما ما شفتي أنت بين ديزرت لاين ونيو شو ما في فرق.
ما عليه فوزي انا معاك، لكن فهل اوزع اوراقي ولا اخلي اوراقي كلهم في شوط واحد صغير؟ مو مشكله شوط صغير انا وياك اوكي في اللي تقوله واتفق معاك فيه، وحتى قبل الشوط يعني ما كنت بناقشك وايد لانه انت الحين شنو اللي مو بعاجبك؟ لا لا مو شو ما يسوي 3000 متر ايه؟ انا مو في شيء مو بعاجبني، انا قال حق فوزي وات ويلكم، كانت هذه المسافه له بس وات ويلكم ما جهز، يعني صارت مشكله في بدايه الموسم فاضطرينا نوديه في اليوم اللي قبل بالضبط اللي بنشوف ال 3000. هو اغلب النقاش صار على هالاثنين، كان المفروض العكس لو عكسنا، لكن يعني ما الله وفق. لا لا ان نيو شو ما يسوي 3000 متر اصلك انت كذا، انت كنت مصر عقب الشوط انه هو بعد لحن يسوي المسافه. اي طبعا ما يسويها فوزي. شعور جو 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 على الشعور، نار نار نار، الهديه الذهبيه هي اماراتيه للمسافه الطويله. يعني احنا نعرف ان نيو شو يسوي هاي المسافه. دراج تيموزوي تدري الحصان ايش فيه؟ عقب السباق تاكد لنا انه ما يسويها. شلون تاكد؟ من اللي شفناه ما ادري يعني انه هل تدرين انه صحته كانت زينه؟ هل تدرين انه كان في وسخ؟ لا انا اخذ بالمعايير فوزي. هل تدرين انه كان وسخ في صدره؟ يعني هل تدرين انه بيروح هالشيء كان موجود قبل السباق؟ هل تدرين انه بيروح مستشفى السعوديه باكر بيشيلون تشيب من الجوينت؟ ما تدرين هاي الامور فيعني ما يصير تخمنين كذي. أنا أقول لك حصان يسوي 3000 متر. ولكن العوامل هاي اللي قلتها هي اللي أعرف. طبعاً العوامل الصحية هي يعني سبب رئيسي حق خسارة أي حصان. أي حصان كان. بعدين تذكر لي هاي الأسباب يعني أسكت ما أقدر. لازم كل عشان الحصان يفوز لازم كل العوامل تكون يعني متكاملة مع بعض. هاي الشيء اكتشفتوه عقب السباق ولا قبل السباق؟ عقب السباق سوينا الاسكوب كان في وسخ في صدره نفس الزكام فهذه طبعا يعيق التنفس عنده يعني اليوم سبب اكبر سبب حق هذا الوسخ اللي في الصدر هو السفر. بس قناعتك بعد السباق لنيو شو صارت انه اي ممكن يؤدي المسافه ولا لا خلاص اقتنعت انه لا اقتنعت انه ما يسوي المسافه بس لازم نجرب لازم نجرب. ما في الا فوزي ترى مقتنع ليه نيو شو يسوي المسافه. والله مدرب واحترم راي المدرب. اذا انا كنت ادرب الحصان يمكن تكون لي وجهه نظر لان هو عنده بشكل يومي يشوف الحصان وانا عندي منظور المالك اللي هو اشوف الحصان واعرف عندي خبره في الخيل وفي اختيارها ولكن يعني هني نختلف ساعات بس دائما اذا اختلفنا اقول لك اياها من الحين انا كمالك اخضع لراي المدرب على طول واحترم رايه. اعطي رايي لكن متى ما حسيت اني انا غيرت رايي على المدرب اعرف اني انا طحت في الخطا. فدائما اخليهم هم اللي يسوون اختياراتهم دائما. وات ويلكم زين خلني مشوا على صوب اعرف وزعت الاشواط بس لازم اقول هاي الشيء عن وات ويلكم لانه يمكن انا شوي يعني قعدت افكر اقول يعني وات ويلكم هو الحصان الوحيد اللي في البحرين عند فيكتوريوس اللي من وصل واحنا نقول هاي الحصان عنده نفس طويل، هاي الحصان عنده نفس طويل، كانت فرصتنا ذاك اليوم ان احنا نشوف صدق النفس الطويل اللي عند وات ويلكم. حق ال 3000 متر قصدك؟ هاي السويتش اللي قلت لك عنه بين وات ويلكم وبين نيو شو. وات ويلكم الله يسلمك طبعا واضح من مشاركات السنه. انا ضغطته حق كاس الدولي شهر 11. بحكم ان الكاس يعني كاس الدولي والشيخ ناصر كان حثيث على تكثيف مشاركتنا كفيكتوريوس في هذا السباق وبحكم انه يعني سباق الدولي شهر 11 وجريب حق فتره الصيف انضغط الحصان يعني ليه شهر 9 حر ما تقدرين تودينهم حتى كانتر حدهم وزخ عرق الحصان فانضغط من بين شهر 9 عشان يجهز حق شهر 11 ضغط قوي 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 وخلص من السباق الدولي وبينت فيه إصابة بسيطة الحمد لله بس يحتاج إنه يستغرق وقت يعني عشان علاج هذه الإصابة يبغي له فترة راحة فإذا تلاحظين من شهر 11 ما ركض للسعودية شهر 2 فأنت حسيت إنه أأمن لأنه يكون في هاي المسافة ال 2200 ال 2100 من ناحيه الفتنس الجهوزيه اوكي يعني اذا تلاحظين حتى بال 2100 متر
جاء الحصان كنا بيفوز السباق تعب اخر 100 متر ووقف من التعب، مو لانه ما عنده المستوى، تعب من الجهوزيه لانه ما راح ران قبلها وما راح ران قبلها بسبب اصابته. كان يحتاج راحه لعلاج الاصابه، يعني طبعا افضل علاج حق الاصابات الخيل هو الراحه، فتره راحه. فقلنا وات ويلكم، دام جاهزيته اقل بنوديه في الاشواط السهله ونيو شو ما عنده عذر، جاهز جاهزيه كامله نقامر فيه. قامرنا في نيو شو وقامرنا في سمسير. نيو شو كان اجهز من وات ويلكم حق المسافه البعيده. شوفوا هاي اشياء ما كنا نعرفها قبل، انت اول مره نعرفها. يا اشياء وايد ما تعرفينها، وبعد نبي لك احنا كلنا نبي نعرف الاشياء اللي ما نعرفها. نبي لك مثلي 20 سنه مري 30 سنه عشان تعرفينها. ان شاء الله عقب 20 سنه نقعد نفس القعده انا وانت هذي. اي بعدين شوفي كلامك بيتغير. اي لا؟ اعطيني التسجيل مال هذه المقابله وعقب 20 سنه بنقعد شوفي كلامك كله غير. صدق فوزي اللي يقوله. سمسير، سمسير قصته قصه. قل لي ليش؟ ما في قصه. شريناه يبنى وفاز. هاي الخيل سباق الخيل كذي. هاي انت فوزي انا غير، استحملني شوي. شنو القصه؟ بتقول لي انه هو خلاص فاز في يعني سباق الدولي، انزين وما اقدر اقول شيء يعني، بس اللي اداه والفوز اللي اعطانا اياه خلاص كفايه، هاي بس اللي نبيه من سمسير، ما كنا نبي شيء ازيد، بس هذه بس كفايه. لا مو كفايه، لو كان كفايه ما شاركته في الاشواط الثانيه. لو كل حصان اشتري اغلب من الكاس الدولي بس كفايه. ايش بتقول حق اللي بيقول لك ان فوز سمسير في السباق الدولي اصلا يعني هو باقي السباق؟ كبروج قلت لي بروج جميله زينتج باقي السباق الحمد لله. بس كنت من لديه حيله فليحتال. سمسير راح في نقله من والى، انا اتوقع ان الحصان يا انا جاهز جاهزيه كامله من موسم البريطاني، سابق سباقات قويه ودخلنا كاس الدولي، مكان جديد، ارضيه جديده، روح جديده، ادى اداء خيالي، وبعدين ما حد كان حاسب حسبته. لا فهو كان الاوتسايدر، فركض بدون ما حد كان يطالعه، ففاز فوزه عظيمه ما ننساها طول عمرنا. انزين ما عليه، في كاس السعوديه اعرف انها كانت مجازفه ومغامره، وحتى انت قلت لي قبل الشوط انه هو كان يعني شبه مستحيل، اوكي؟ وانا مو ضد المغامره، انزين بالعكس. بقى مجال الشك في انه هل هو فعلا بيواصل الفوز او لا، في خيل كثيره في العالم تبهر الناس بفوز جروب 1 ولا غيره وعقبه ما يرد يفوز. صح. فسمسير لازم نعطيه بعد فرصه ونشوف الحين عقب الراحه اللي بياخذها ويرجع لنا رجوع قوي، او انه فعلا هو جاينا منهك وكان اخر اداء الكاس الدولي وعقبه خلاص استنفذ نطاقته كله. الحين خلاص كل شيء انتهى في كاس السعوديه، لكن يهمني اعرف احنا نشوف كل الكلام اللي انا قلته لك والنقاش والتحليل هاي كله مو مهم، المهم فوزي شنو فكر عقب كاس السعودية؟ قلت كنت صح ولا قلت كنت غلط؟ شوفي ما في شيء غلط. اوكي. سمسير انت تقدرين تجزمين قبل الشوط انه ما يسوي الرمل؟ لا. ما نقدر نجزم. التجربة زينة. وبقول لك شيء بعد الحين، بس سمسير عقب كاس السعودية، اوكي؟ روح وين؟ روح شيما كلاسيك. الحين انا قاعده افكر اقول من عقب اللي شفناه منه في كاس السعوديه، ابي اعرف شنو الشيء اللي خلاكم توثقون في سمسير انه يروح شيما كلاسيك؟ ما كنا واضحين، جاته عزومه حق شيما كلاسيك وخذنا الفرصه والشانس يعني. بس كنتوا متوقعين انه هو يؤدي احسن عشان الارضيه؟ طبعا العشب يبين انه الحصان عشبي مو برامي. بس هو يعني اقدر اقول ما سابق. وين؟ في شيما كلاسيك. اي قديش؟ فرق 43 طول.
ليش انا؟ هاي السؤال اللي ابيك تقول لي اياه. لا انا جاوبت. انا ما اعرف انت شو تعرف الحين. انا اخاف اقول لك شيء بتقول لي ايش جربت انت قاعده معنا في الاسطبل. ما اعرف. كبيره وقاعده وتوجهين اسئله لي. انا اسال السؤال. ما اعرف. انت شنو ظنك لي؟ في شيء الحصان. في شيء اكيد في شيء. 43 طول لازم في شيء. وهاي الشيء ما اكتشفناه من كاس السعوديه لان ترى كانت يعني كان اللي شفناه قريب من اللي شفناه في كاس السعوديه. اي. فاحنا اوريدي كنا مكتشفينه في كاس السعوديه. وين؟ يعني سمسير عقب ما ركض في كاس السعوديه اكتشفنا شنو كان الخلل ولا اكتشفنا عقب ما ركض في الخلل كان الارضيه الرمل ما يؤدي على الرمل ابدا. انا احس ما احس ما يعني افكر احنا اخاف اقول حق فوزي شيء زين انا افكر اقول ترى يمكن عقب اللي شفناه من سمسير في شيما كلاسيك ترى مو شرط انه هو ما كان يسوي الارضيه الرمليه في السعوديه مثل ما قلنا يمكن الحصان كان في شيء من كاس السعوديه لشيما كلاسيك وانت قول لي شنو الصدق وخلني من التخمينات قول لي يا اعطيك ليسيني مال التدريب يا تبسط لك عشان الشيخ سلمان باكر يعطيك ليسيني ما ابي اجرب ما ابي اجرب فوزي بس بعرف الاسباب شنو الاسباب؟ شنو السؤال الحين؟ عن كل اللي قلته زين مره ثانيه اقول لك انا كنت قاعد افكر عقب ما شفته عقب ما شفت سمسير في شيما كلاسيك حلو؟ يوم شفت الاداء اللي اداه قلت احنا ترى قلنا في كاس السعوديه انه هو ما يسوي الرمل بس مو شرط هذاك كان السبب الصجي لان اللي اداه في شيما كلاسيك تقريبا نفس اللي اداه في كاس السعوديه فالحصان في شيء. اي انا وياك. قول لنا خلص لنا يعني قول لنا الزبده. اي. اوكي. قبل كاس دبي العالمي اكيد دخلت السباق بتفكير معين وسمعنا سموك شنو قلت قبل السباق بس عقب كل الاشواط طلعت من هناك بتفكير غير ولا لا؟ طلعت متفائل. أنا السنة الجاية بكون أفضل إن شاء الله. نار. تعرفين اللي سواه في كأس دبي العالم ترى شيء جبار وما أبي أعطيكم معلومة غير صحيحة لكن ما شفت أنا حصان استهلك في المكتوم تشالنج. بالضبط. يفوز المكتوم تشالنج ثلاث سباقات جروبات قوية جروب 3 2 1 بقوة ويرجع في نفس الشهر يشارك بطولة العالم. صح. اتوقع احنا لان ما كنا احنا مركزين كنا مسجلين للسعوديه. سالود ذا سولجر كان خيار 100% اعتقد صحيح انه هو ما راح السعوديه وظل في دبي. ليش 100%؟ لان شفنا سالود ذا سولجر شنو سوى. لا انا بغيت سالود ذا سولجر حق السعوديه اكثر من اي حصان الان. بس ما نعزم. بعدين رجعنا لدبي. صح. وقررنا نفوز في مكتوم تشالنج، قلنا اذا هو كان ذيك القوة وذيك الجاهزية نواصل في مكتوم تشالنج، فهو خذ التشالنج ولكن يبناه بعد اعتقد لاخر يعني مجال وفي نهاية الأمر ترى خامس في كأس العالم. مو شوي. شيء مو بشوي. والخيل كل المركز الأخير حصان جبار. فما بالكم حصان مركز خامس ولا هو بعيد ومسوي أسرع من الجروب 1 اللي فازه ترى. هو فاز في الجروب 1 انزين وهاي احنا نعرف ايش كثر صعب انه اصلا يعني المالك في الخيل يفوز في جروب 1 هاي بروحه شيء عظيم. صح. بس هو لو ما فاز كنت بعد بتختار للشوط الرئيسي ولا كنت بتختار للجودولفين مايل اللي كان مرشح له؟ جودولفين مايل لو ما فاز. صح. لان العام كانت خطته جودولفين مايل بس اكتشفنا الحصان يحب ال 2000 اكثر من المايل. السنه الجايه الابروتش ماله مختلف بيكون متحفظين اكثر عليه ما بنغامر في سباقات كثيرة جربنا هالموسم وما شاء الله ما قصر أعطانا فوزات عظيمة وأداء زين وأبرز اسمه الموسم الجاي عنده مهمة أكبر نركز عليه إن شاء الله حق السعودية ودبي إن شاء الله والله إن شاء الله إلى أن رملة السعودية تختلف عن رملة ميدان رملة ثقيلة وغزيرة ومكوناتها تختلف فيها وود شيبينز فيها كلي فيها رمل فأتوقع أنها تناسبه كأرضية أكثر من ميدان إن شاء الله السنة الجاية بتشوفينا هنا تعرف يعني والله إن لا عقب كاس السعودية ولا عقب كاس دبي العالمي زعلنا لأن نعرف إن فيكتوريوس عقب أي خسارة يرجع يخوف إيه نرجع أقوى إحنا نرجع يعني مستفيدين دروس تعرفين هذه بعد نصيحة لجميع الملاك إحنا عندنا طبع
هذه انا امارس الطبع هذه من 2003. اذا فزت اجتمع مع الناس واقول لهم ليش فزت، صح، ولازم تعلموني ليش فزت اليوم، واذا خسرت نفس الكلام، صح، فما عندي فرق بين الفوز والخساره، هو الدروس اللي نبي نعرفها في ليش احنا خسرنا. فالانطباع دائما يعني الشعور عاديه بالنسبه لي، الخساره والفوز هذه متوقعه، فليش انا ادخل افوز وافرح بزود واذا خسرت يعني احزن بزود؟ انا هذه الامور ما تمشي عندي. انا دائما عندي كيف احنا نطور اللي فاز، كيف احنا نطوره عشان لا يلحقونا، واللي خسران شو نسوي وياه؟ وليش خسرنا في هالمجال؟ هل هي مسافة؟ هل هي عدم تقدير؟ عدم تجهيز؟ وإلى آخره، في أسباب كثيرة. بس على الأقل لازم نعرف السبب. إذا عرفنا السبب يرتاح. لما رجعت وجيت بتكون الاسطبل وبتكون الفريق، أكيد طبعًا أول شيء الواحد يسوي يعني غير الخيل إنه هو يختار الطاقم. كان إحنا في البداية شفنا بول دارسي. بعده شفنا حيدر. شو اللي خلاك تختار حيدر؟ اوكي، بول دارسي لانه كان قانون الحصان او الخيل اللي بتقول نفس المدرب، لازم يكون مدرب من بريطانيا عشان يصير التكلفه على الدوله. حيدر كنا كان هو في البدايات في 86، حيدر ومحمد قاسم وحسين قاسم بين كانوا طاقم اللي كانوا وياه. محمد قاسم ذاك الفترة أتذكره كان مدرب، وحيدر بعد كان وياه. في 86 87 حيدر هو يود الاسطبل وصار هو المدرب. أعتقد محمد قاسم اللي اشتغل في النادي يعني. فكنت حريص انه يجيب حيدر. ليش؟ لان حتى السياسي اللي وياي من وقت 86 كانوا وياي هم، ولحين مثل صديق واثنين، فهم متفاهمين مع بعض. وحيدر من النوع اللي يتفاهم وياي يعني كمدرب، ياخذ رايي ومع بعض نتحكى، ودائما متواجد وياي يعني، وقريب عني هو. فهذه بس يعني ما فكرت انه الحين يعني انت ترجع من جديد، حلو، نفس ما قلت لك تكوين الاسطبل مهم جدا. ما فكرت انه ممكن حيدر يعني صار له اصلا فتره ما قاعد يدرب، فممكن في جاب بينه وبين المدربين الموجودين الثانيين اللي اوريدي تموا واستمروا ويعني كانوا موجودين طول الفتره، ولا لا؟ لا، بالنسبه حق المدرب مو روكت ساينس يعني، مو شيء عظيم يعني انه تكتيك فيه. مدرب اللي هو الخيال اللي يحب الخيل وكان في التدريب، مو بس هو يعني، مثل ما يقولون في طاقم مثل صديق وانا وحيدر والجوكي كنا مع بعض. تدريب الخيل ترى مو شيء صعب، واهم شيء في التدريب انه عندك مكان فاسيلتيز يعني. انت ما تشوفين الحين فوزي ناس والعفو داوم متقدمين، لان عندهم مكانهم، عندهم فاسيلتي مالهم، هذه هو اهم. اما التدريب كل واحد يقدر يدرب. لا، مو كل واحد يقدر يدرب. كل واحد في الخيل كان مدرب يدرب عادي. لو تلاحظين سامي هاشم، مارمين، جوكية ما يصيرون مدربين في الخيل. الحين أنا صغير أقدر أصير مدربة يعني؟ صرتي جوكي؟ دخلتي في الخيل؟ ما كنتي في الخيل. فإذا كنتي في الخيل أنت صيري مدرب، مو شيء صعب يعني. حيدر كان خيارك الأول؟ سمعنا أنه كان حسين قاسم خيارك الأول. لا، لأن حيدر كان كنت أكلمه وكان هو مو موافق إنه يرجع، فخليت حسين قاسم. عقب لما حيدر رجع، وحسين قاسم كان يبي يعوف الخيل، كان ما يبي يدرب يعني، كان يدرب علشان خاطري أنا يبدأ بسرعة. قلت له أرجوك تعال، أنا ما عندي أحد. لما حيدر وافق، حسين قاسم قال بس خلاص أنا الحين باهد، لأن أنا ما كنت أبغى أدرب علشان خاطري كان. سياسة توزيع المدربين اليوم إذا بنذكر هاي السياسة، أول شخص بنذكره سمو الشيخ سلطان. نعم. بتقول لي سياسة نجحت معاك 100%؟ لا، لحين فيها. لا طبعا الصوص. نجحت اولا يعني مثل ما تقولين، انا ادعم المدربين البحرينيين، لان ما اشوف ما حد منهم يعني، ما حد من الملاك يعني دعمهم، صح. ف عجبتني الفكره ان تشاورنا مع الاخوان نوزع الخيل على كذا مدرب، والحمد لله.
تقريبا اغلب المجربين اللي وزعت خيلك عليهم حققوا لك نتائج هالموسم. اي كلهم. بتشوفك تضيف عدد مدربين ثانيين الموسم الجاي ولا لا؟ لا اظن اكتفي، يعني انا عندي الحين خمسة مدربين بس، يعني يكتفي بعد اذا زيدناهم بس اظن بيفيض النادي. اي نعم اظن يكفي. زين، لنفترض نعم. جدلا ان انت مثلا قررت الموسم الجاي تستغني عن مجربين او تضيف مجربين، خلنا عن الاستغناء ما بنقول. نعم. بس لو قررت ان انت مثلا اوكي بتضيف مجربين ثانيين، بتختار من مدربين من اللي مو موجودين عندك؟ والله في مدربين وايد يعني. اعطيك خيارات؟ اي اعطيني خيارات. لو خيرتك بين علي جان وبين عبد الله الكويتي، بتختار من؟ اثنين هم مدربين زينين بحرينيين. واحد. عبد الله زين وعلي جون زين، اثنين مدربين بحرينيين وايد. عندنا ترى مدربين بحرينيين زينين بس ما عندهم خيل. اعرف بالضبط. اي ما عندهم خيل. يعني لنفترض ان انت جيت الموسم الجاي وبتختار واحد منهم. نعم. اول واحد بيكون على القائمه من انا عندي من؟ لان لازم المدربين اللي عندي اول نجدد الخيل موجوده وشنو الخيل اللي بتتم واللي بتطلع، فيعني هذه عندي اول الخيار الاول قبل أشوف أي مدربين ثانيين أعطيهم. يعني ما بتختار حاليا لا علي جان ولا عبد الله الكويتي؟ لا. لازم في واحد تفضل، بس تعرفه ما بتجاوب. لا لا لا، ليش ما بجاوب؟ لأنه لازم فض... في شيء في بالك. مو بشيء على شخص. إيه مو على شخص. إيه بالضبط. أنا أقول لك عندي خمسة مدربين، حن بهد مدربيني وبعطين مدربين الغير. لا لا. شو تفضل؟ على ما يصير. لا لا، لنفترض إيه؟ جدلا يعني افتراض. لا لا افتراض. ان انت مدربين الخمس اللي عندي اظن اكتفي بهم. زين. نعم انا بختار لك. زين تصير اخترتي بس هذا هو الخمس اللي عندي. انا احط يمكن الخيار الاول علي جون والخيار الثاني عبد الله الكويتي. والله يعني لا لا، اظن اكتفي بالمدربين اللي بالموجودين. عندي. اي والله لكل حادثة الحديث إذا بتضيف. ليش اخترت أن أنت هالسنة أن أنت ما تخلي ألن من ضمن خيارات المدربين الموجودين عندك؟ ألن؟ لا أظن مدربين بحرينيين يعني مرتاح وياهم، وألن بعد مدرب يعني مو بسهل يعني بالذات هني في البحرين، واحد من المدربين الزينين. أحس بديت ما تجاوبني أجوبة صريحة. لا أنا ما خليت عنده خيل عند ألن، عطيت المدربين اللي عندي اللي عطيتهم. فضلتهم على ألن؟ أكيد أكيد. حكم شنو؟ لازم أفضلهم على ألن لأن بعد مدربيني مثلاً فوزي، حسين الدلمي يعني دربولي، وأسامة هاشم طبعاً يعني بعد جابر وكلهم يعني. فأفضل أوزع عليهم بدل ما أعطي ألن، يعني ألن أوريدي يعني خيل عنده، فهذه الناس المدربين ما عندهم خيل، فيعني يحتاجون من يدعمهم. فبس لهاي السبب أن أنت تدعم المدربين البحرينيين يعني. نعم. ما أقدر أقول أن أنت مثلاً مو معجب وايد بفكر ألن. لا ألن يعني عادي هالشيء يصير طبيعي بين المدرب. لا ما بينه وبين شيء ألن، لكن عنده ملاك وعنده خيل وعنده. أنا بعد عندي مدربين. تعرفون ليش سألتك هالسؤال؟ نعم. لأن العام يوم يفوز allergic reaction. نعم. أذكر قال لي ألن إن أنا لو عندي خيل أكثر حق سمو الشيخ سلطان شو أنا حقق له يعني فوز أكثر من المدربين الموجودين عنده الحين بمجموعة. ما نبي الفوز إحنا. إيه حتى لو إحنا ما نبي الفوز، جايين مركضين ومستانسين ونمشي، ما فيها مشكلة، مو بشرط يعني الفوز هنا. لا. بعد يوم انت تفوز يوم غيرك يفوز. بس 18 فوز هالموسم ترى وايد زين. ايه والخيل يعني مو بكل اسبوع بتأدي والحمد لله. نعم. غير ألن، يمكن انا العام سألت سؤال ليش شلت فايز من فوزي، بس سألته حق اشخاص اخرين. نعم. فهالسنه بقول لك ليش شلت جيلي ستون من حسين الدلمي؟ عنده مشاكل يعني هذه الحصان. بعض الخيل يعني مو معناته شيء يعني شيء انا بيني وبين المدربين. لا اعرف انه مو معناته شيء. اشيله هذه حتى اشيله بعد. هو هاي السؤال شيخ سلطان جاي من يفهم غلط. هذه وارد هذه بس بعض المدربين يعني ما
ما مشي ويا هالمدرب باشي اذا انا كمالك ما عندي مشكله اكلم المدرب اقول له والله هذه الحصان ان شاء الله يروح هذه. تعرف دائما هاي السؤال نعم. لما انا اساله ينفهم غلط نعم. لان الطرف الاخر يعتقد انه مثلا نعم. في مشكله هو مو شرط بس نعم. احنا نبي نعرف السبب نعم اكيد مثلا نفس ما قلت اوكي ما مشى إيه؟ مع حسين الديلمي نعم. من اي ناحيه ما مشى وشنو اللي بيخليه يمشي مع مدرب اخر؟ لا هو الحصان من انا اخذته يعني شوف فايز الحين ما شفناه اي صحيح من يوم اخذته انا هناك الحصان عنده مشاكل شوي فقلنا يعني بنقدر نتغلب على هالمشاكل فقاعد نحاول بنشوف يعني اذا سنت الجايه يقدر يسابق ولا لا هو حصان ما يبي يسابق ولا يبي يتمرن ولا يبي ففي بعض المشاكل الحمد لله الحين اموره زينه حتى من قبل يمكن عند حسين ولا عند عباس انا يعني اكون يعني مطلع على الامر وعندي علم ان شاء الله يعني يا رب ما يكون مصير جيليستون نفس مصير فايز اي يعني هو تجربه نجرب قدرنا زين ما قدرنا يعني يمشي نعم. على طاري فايز أعرف أن في ناس وايد عارضتك نعم. على أن أنت تودي خيل حق فوزي لا هو أبدا يعني فايز طبعا أنت دائما ساس البلد هاي تحطونها مقابلة أنا ما مش دخلني أنت اشتغلتي عليه ليش فايز عند فوزي ليش فايز طول الموسم الطحنين ليش فايز عند فوزي أنا أصفى فوزي شكرا يا شك قال له قلتي له لو انا حصاني فايز ما اعطي فوزي لان فوزي عنده خيل فيكتوريس ومركز عليهم اي صدق قلت لا ما في فوزي مدرب ياخذ من يعني يدرب حق اي مالك يعني يدرب لي انا ولا يدرب حق اي مالك ما فيها اي مشكله ولو فيها اي مشكله كان هو فوزي يعني مو بمدرب خاص فمدرب يدرب خيله ويدرب حق ناس ويدرب لي انا وانا يعني عندي معرفه بيني وبين فوزي من سنين ورفيقنا داعمين كلامك خطا طبعا لانه ما في مدرب يعني يفضل حصان عن حصان في الشوط مدرب يبي يفوز بالشوط سواء حصانك ولا حصاني ولا حصان فيكتوريس ولا حصان محمديه اهم شيء انه واحد من خيل الاسطبل يفوز. واكو شفتي ايش صار في كاس الملك السنه؟ شفت الانتاج المحلي. ايه السنه اثبتت لي وايد اشياء. صابرينا فيكتوريوس ايه. الطارق كي اتش كي ايه. باكو مان اصغر واحد فيهم ايه. وغير متوقع يغلبهم. ثلاثه من نفس الاسطبل. السنه اثبتت لي ايه وايد اشياء. لا ورديت على الناس اللي قالوا كذي. لا بس ما يحتاج اللي يقول كذي يعني ينعرف. أنا قلت كذي في يوم من الأيام شنو ينعرف؟ ما ينعرف يعني ما وين هذي؟ ما يدري ما يعرف ما يعرف لا أوكي يعني أنا كنت في يوم من الأيام ما أعرف إيه ما تدري نعم فنفس الشيء مع فايز الله يسلمك كانت الأرضية ما تناسبه في البحرين لا الأرضية الرملية مالت التمرين ولا الأرضية العشبية مالت السباق لأن الحصان يبغي سوفت جراوند. سوفت جراوند طبعا بالبحرين ما بيحصل. ركض زين عندنا. اتذكر ثاني يمكن مرتين. هاي هو كان الخلاف هني يوم ركض زين. كل القصه ترى صارت على يوم ركض زين، انه يوم ركض زين ايش معنى قلنا انه هو ما تناسب الارضيه؟ لان الركضه ليش انا اقول لك يبي سوفت جراوند؟ الارض اليابسه تسبب له اصابات. فبعد ما يركض مره مرتين خلاص يزيد اصاباته اللي هي المفاصل الركاب يعني يزيد اصاباته والحصان بعد مو بغبي ترى الخيل الذكيه من يتالم مره مرتين على الارض اليابسه خلاص ما يحط على روحه يسوي اللي تسوينه الجوك يطقه اللي بيطقه ما يحط على روحه ذكي اوكي كذي تشوفينه تراجع اكو راح عند حسين دلمي يي ثاني يي ثالث لا وين اصلا هو شارك هل ما شفته انا فايز
من عقب ما كان عند فوزي ما شفت فايز. ما شارك ليش؟ لأنك أنا أقول ليش الحصان يصاب على الأرض اليابسة بالذات إذا هو يبغي سوفت جراوند. فنهاية الموسم أنا نصحت الشيخ سلطان إنه دام الحصان ما زال سليم يشيله وراجع بريطانيا. بس طبعا تعثر السفر بسبب الكوفيد، ما كان في طيارات من البحرين الى بريطانيا، فقرر ان يهدي الشيخ سلمان بن احمد. والشيخ سلمان بن احمد وده عند حسين دلمي. اوكي قرار سليم يعني، ساعات الحصان ما يمشي مو لان انا مدرب مو بشاطر. ما حد قال انت مو بشاطر فوزي، لا تزعل علينا. لا بس طريقه تمريني، طريقه الاكل، طريقه العمل. الحصان ما يمشي معي. تودينا مدرب ثاني حتى لو مستوى انزل مني يمشي معه. ليش؟ اوكي فهمت. تغيير طريقه العمل مع الخيل. بس انا عنني بخيل اشتري حصان من جون جوزدن ويتطور عندي، هلا انا افضل من جون جوزدن؟ لا لا، بس صدت شيء جون جوزدن ما صاجه، غيرت له الطريقه. هذا اللي اقول لك. ايه زين، مو بلان انا اشطر منه ولا لا لا مو بلانه. ايه فيعني تغيير تغيير زين ساعات، بالذات اذا حصان مو بماشي مع المدرب الفلاني. انا كمالك اشيله اغيره عادي، شيء طبيعي في عالم الخير. أظن يعني اللي شفناه من ديزرت لايون وبالست راحته كانوا راج كوفي. عن كل شيء قلنا يعني عن قلنا ولا فوزي. اوكي راج كوفي لجبتي كل شيء انا قلته عن فوزي والمحمديه والشيخ سلطان. زين مرتاح كذي مستانس؟ اي انت قلتي. انا قلته اي، وفي ناس وافقوني طبعا علي، مو بس بروحي قلته. شيخ دعي اولهم، كان اول واحد مبتسم في اللقاء ومستانس على السؤال. وايد ناس وافقت يعني وافقتني على هاي السؤال. بس الحين اقول لك يعني اقول لك انه يعني ديزرت لاين عبري؟ لا مو بوايد بعد مو بوايد. لا يعني يمكن كان في شوي يعني تروح اكسترا مايل ويا فايز اللي بغيره عليه شخص ثاني، كنت تقدر تتغيره. شو يعني؟ يعني انت ما قلت يتغير مع مجرب ثاني مع طريقه. لا بس الارضيه ما تغير. اي هذا هو الارضيه. يبي سوفت يبي سوفت. اوكي بريء فوزي، طلعنا براءه. فانا نصحت الشيخ سلطان انه يراجع بريطاني. فبس هاي اللي كنت بقول انه يعني اعتقد بالسترا وديزرت لاين كانوا راج كوفي يستحقون المحمديه الاداء اللي قدمه ديزرت لاين. كينجز مو براج كوفي هذولين اللي يعني ديزرت لاين هو طبعا الابرز، عقب بالسترا لانه وايد تفاجئنا منه، عقب في المرتبه الثالثه كينجز. بالسترا ما فاز بكاس الميثاق. ايه كان قلت لك ديزرت لاين بعد ايش تبي؟ صار 8 سنوات. إياك قلت لا والله قلت ترى قلت بالسترا زين قلت بالسترا كينج سليم وبعجبك شيء؟ ما قلت شيء مو بعجبني بس أقول لك بالترتيب يعني يعني الحين إذا بنقول المحمدية حق المحمدية بس هذا إلى الثلاثة. إذا بنقول المحمدية بنقول اليوم ديزرت لاين يعني. نعم إيه لا حصان متطور ديزرت ما بتتبع سياسة إن أنت توزع خيل على مثلا مجرب بعد غير حيدر. نعم ليش؟ بسياسة شفناها ناجحة. مو شرط بالنسبة لي أنا أحب أكون متواجد في التدريب يعني لي يد في التدريب. أنزين لنفترض أن أنت بتضيف مجربين، أخيرك بين اثنين يلا فوزي أو جابر، بتختار من؟ اثنيناتهم. لا واحد. واحد لنفترض أن اليوم أنت بقلت فوزي، ترين ليش؟ ليش؟ لأن عنده مكان، عنده فاسيليتيز، أعرف لما أعطيه الخيل، عنده مكان، عنده كل شيء، عنده سوينج بول، عنده تريننج. الفاسيليتيز، تعرف أن خالد عبد الرحيم هو الوحيد اللي كسر قاعدة ما فيها البلد إلا هالولد؟ لأن أي مالك يرجع يبتدي من يديك تكون أنت خيار الأول، بس أنت ما كنت خيار خالد عبد الرحيم الأول. ما أقدر أخليه هو يكون مدرب مالي. ليش؟ ما يصير، كونفليكت أوف انترست.
مدرب لي وهو بعد عنده خيل، شنو؟ ما يصير. الوحيد اللي طول هالسنين اتفق معاي في اللي قاعد اقوله طول هاي السنوات. لا تعرف يعني تعرف ان انت الوحيد اللي اتفق منطقياً معاي في اللي منطقيا ما يصير. شلون؟ وعنده خيل وعنده خيل من مالك ثاني، شلون؟ يعني حتى لو بالخطا او هو يغلب وحصاني انا ما يغلب، اوتوماتيكلي ببلشه. بني ادم يعني، فما يصير. زين ايش فاز به؟ فاز بشنو؟ توهم يعني ما فازوا شيء يعني. زين ما فاز شيء، يعني شلون تقولون اول واحد يكسر قاعده؟ يكسر قاعده ما فيها البلد الا هالولد. اذا يبي يفوز بالكؤوس الكبيره. لا ما فهمت قصدي، السؤال اقصد اذا يبي يفوز بالكؤوس الرئيسيه لازم يرد حق هالولد. وبذاكرك. وذاكرك. بس يبي يسبق اشواط عاديه مثل ما هو، بس يتم مثل ما هو. مثل ما قلت لك انا احب يكون مدرب مالي، عشان انا حاط يدي وياه في السباق ولي راي، وكنا مع بعض احنا مدربين. قلت لك التدريب مو روكت ساينس يعني، مو شيء يعني عظيم. يمكن هو مو بخياري الاول. يمكن انا ما بجرب لك، جربت اذا طلب مني ولا لا. انت لو كنت مالك فقط كنت بتختار من يدرب لك؟